اهلا وسهلا فيكم باللايف الاسبوعي للبوردرلس تي في مع اناء مكي. واليوم ضيفتنا هي البوردرلس تي في. عارفين انا جود العاشي مصورة فوتوغرافية. كيفك؟ تمام الحمد لله. ما عندنا اللايف عاملين لانه رح نحكي عن حالة كثير مرحبا، أنا آلاء مكي من لايف بلا حدود. مثل ما عودناكم كل يوم أربعة عنا ضيف جديد ومميز. عرفنا عن حالك. شكرا كثير لكم، شكرا على الاستضافة الحلوة هاي. أنا قيس محمد، مهندس معماري من حلب من سوريا، مقيم في ألمانيا من 5 سنوات تقريبا، وأنا كمان متطوع في جمعية بالإيرنفيلد سنتروم بالمركز البلدية الإيرنفيلد. متطوع احنا بنشرح للناس عن منطقة إيرنفيلد. هي منطقة في كون، مدينة كون في شمال غرب ألمانيا. قديش لك بكول؟ إلي بكول تقريبا أكثر من شيء تقريبا سنة ونصف. سنة ونص ما كتير. ومن وقت اللي اجيت على كون متطوع؟ ايه مباشر تطوعت بهي، لقيت على الجروب السوريين في في كون. فكانت هيك تجربة حلوة، يعني في مثل أنا بقول دائما إنه واحد لازم يطلع من السيف زون تبعه. فيطلع هيك مبدأ أقعد على البيت بالبيت ومع مرتي ونقعد نتفرج على الأفلام ونتفليكس وهيك. فلازم واحد يطلع من نتفليكس من السيف زون تبعه، وبتعرف على ناس جداد، بتعرف على يعمل علاقات اجتماعية جديدة. وأنا يعني هيك كتير شغلي من صغري هيك كتير بحبها هيك يعني. جميل. هلا قبل ما أنت أجيت على كل، وين كنت ساكن؟ كنت بالمنطقة الغابة السوداء بالألمانية شفارتسفالد. بالشفارتسفالد. وأنت وقت اللي وصلت على ألمانيا من سوريا وصلت لهنيك فورا؟ مباشر. أنا نحن جينا عن بموجة اللجوء، موجة 2015. كنا جينا بألمانيا ب 2 أكتوبر بالضبط 2015، وسلمنا حالنا بجنب شتوتغارت بميشنغن. جنب شتوتغارت هي صايرة منطقة مشتيتن عفوا. فهي هي السيناريو اللي جو اللي بده واحد يعدي فيه إجباري، مثل ما نعرف الكامب نعدي بكامب والمحكمة وهالأمور هاي. فقعدنا بشهر بالكامب تقريبا، وبعدين فرزونا على منطقة اسمها بالغابة السوداء شفارتسفالد. هي مثل قريبة على فروندنشتات، مدينة فروندنشتات. كتير حلوة هذيك المنطقة جغرافيا. هلا هي طبيعيا حلوة لكن مملة جدا من الناحية الاجتماعية. ناس قليل، لا كتير. يعني كنت أنا جاي من تركيا. أنا مهندس، مثل ما قلت لك مهندس، تخرجت بال 2014 من جامعة حلب، وطلعت مثل معظم الشباب يعني، طلعنا على تركيا مباشرة. اشتغلت سنة في تركيا في مدينة قريبة سكاريا، قريب على اسطنبول، كمان بشركة تركية معمارية. ايه صمدنا مصاري مثل باقي الشباب يعني، هذا السيناريو. طلعنا بالكامب هيك شلة شباب، انا واخوي ورفيقي وكذا، طلعنا على المانيا. يعني كانت فاتحين الباب، بتكون فرص حياه احسن. هنيك الحياه كثير صعبه، وبصراحه انا اجت فجاه السفره. وانا كيف يعني انتبهت على فكره السفره، في ناس يعني كانوا اكبر مني سافروا، وناس انا بعتبرهم لحد ما اذكياء فسافروا، فما كان عندي كتير وقت لأفكر إنه هي السفرة مناسبة لي. فشفتهم سافروا فقلت أكيد هي يعني طريق ناجح لازم يكون، فركبنا الموجة وطلعنا. وعن جيت لهون وصلت تأكدت إنه فعلاً هي كانت الفكرة الناجحة، يعني كعمل مستقبل، كمان يعني لمهنة يتعلم المهنة هون بتعلم بألمانيا، كمان مو مثل بتعلم باقي الدول. كيف استثمرت هي الفرصة من البداية؟ هلا استثمرت هي بترجع للموضوع التوفيق من رب العالمين والحظ والمعونات اللي قدمونا اياها، وانه كمان انا اجتنا فرصه حلوه واستثمرتها. فمثل ما قلت لك بالكامب هون طلعنا، فرزونا على بيت، كنا شيء كثير يعني هي السيناريو العادي، فرزونا على بيت. بس مباشر الشيء الحلو انه مباشر سجلونا بكورس لغه. هاي الشغله كثير حلوه، لانه قلت لك يعني توفيق من رب العالمين وحظ. مباشر سجلنا بكورس لغه اينز، وصارت الكورسات وراء بعضها متسلسلة بشكل رهيب. يعني الـ A-I-N-S, A-D-V-I, B-I-N-S, B-D-V-I مباشر. يعني قديش أخذ معك هذا كلياته؟ سنة.
شاء الله. يعني عامل ايز بالبيت فايس هنا. فا ايه وساعدتنا موضوع انه بنحكي انجليزي شوي هون اول فتره, وانه بدنا نتعلم خلص بدك تتعلم اللغه, يعني من دون لغه ما بتعيش بهالبلد. شو حسيت حالك, شو انتجت بهي الفتره كخطوه اولى هون بالحياه وبالمجتمع بسوق العمل؟ تعلمت اللغه ايه, بس شو حسيت حالك فعلا انتجت مسكت كسوق عمل؟ بدي اقول لك اول شيء في هذا السيناريو كمان اللي لازم نعمله انه بتبلش ب يعني معادله الشهاده بالاعتراف. فالاعتراف انا من اول يوم انا سالت ناس رفقات ناس اكبر مني ناس رفقاتي كذا كانوا قبلي انه كيف واحد بيعمل اعتراف بالشهاده. عملت المباشر, كنت لسه جديد ما بعرف كثير لغه. في ساعدونا مثل ما بتعرفوا انه في كان كثير ناس تيجي عن اللاجئين الجداد من الالمان ساعدونا بشكل طوعي. فكانت جارتنا يعني الله يجزيها الخير اسمها سوزانا فيل, بوجه لها تحيه كثير كبيره. ما بعرف اكيد ما فهمين علي اللغه بالعربي, بس يعني كتير بتشكر هالإنسانة كتير ساعدتنا. إيه فبلشت وأنا عم بدرس الساعة الآيز بعتوا رأي للاعتراف, طبعا مساعدة الجوب سنتر ومساعدة يعني كتير كان الموضوع كتير رأي كتير سلس جميل. إيه وعند إجاني بهالأثناء الاعتراف طول شي 6 شهور للسنة. فهالأثناء كنت أعمل الكورس اللغة لل 12 وبعد اللغة أنزل على براكتيكوم تدريب مهني بالعربي, يعني أعمل أتدرب النظام المعماري في الفئة المعينة. شو لاحظت في اختلاف بين النظام المعماري بسوريا والنظام المعماري بألمانيا؟ اختلاف السما للأرض. يعني السما للأرض. يعني هون العمارة كتير إلى عوامل وكتير اللي بتلعب دور, البيئة بتلعب دور, الدين بلعب دور, العادات التقاليد بتلعب دور. فهون يعني هون منفتحين أكتر عننا كلحني كمجتمع شرقي, إحنا شوي ما غلطين. فالعمارة عنا منغلقة, فهني عندهم الأعمار منفتحة أكثر من عنا. عندهم موضوع البرد, لأن عنا بلاد معتدلة حارة نسبياً, هني عندهم بلاد باردة تعتبر توصلنا. فموضوع العزل كتير مهم, موضوع الأسقف والأسطح الميول والهذا كتير مهم, ولحن عنا ما هالشيء كتير ما عندنا أي أهمية له, لأن عنا غير اعتبارات. فهون بدك تعيدي مثل كأني من الصفر, بدك تعلش من جديد. فهي الشغلة إنه قلت لك أعمل براكتيكوم بعد الكورس اللغة, يعني أخلص بال 12 ساعة من 12 الوحدة أتغدى أستيح, ومن الوحدة للخمسة أروح على مكتب هندسي. عديت على 4 مكاتب هندسية تدرب. فالمكتب الرابع قال لي اشتغلت واشتغل رائع. جدا هذا الشيء كتير حلو. كيف حسيت حالك يعني بإنجازك هذا؟ هون أنت طلعتي خطوة جديدة في حياتك لما بتبلش شغل. يعني جيت تخرجت من الجامعة خطوة جديدة, جيت على ألمانيا خطوة جديدة, تبلشي شغل خطوة جديدة هون. إيه فهون بتبلش بقى التحديات والصعوبات. احكي لي هلا انت بالمجتمع المحيط فيك اللي بالغابة السوداء ناس بلال جدا يعتبروا هيك بقعة سكانية, كيف كان وصولك للمجتمع انت كشخص من خلفية مهاجرة لاجئ سوري عم يحاول يثبت ذاته, عم يتعلم لغة, عدل شهادته, عمل براكتيكوم, بده يشتغل, محيطك تقبلك؟ هلا اول شيء كان صعب كتير, صعب كتير كتير. فكنا ما متقبلين فكرة, كان يعني هي ضيعة صغيرة ضيعة. وأول مرة بيجيون أجانب يعني رعبناهم بالعربي بصراحة رعبناهم. فجينا لعندهم كانوا يعني شغلات هي كوميدية غريبة ما بعرف, يجوا لعنا بالسيارة بالعطلة ومع أولادهم ويصفوا السيارة قدام البلكون وكنت تفرجوا علينا شغلة غريبة كوميدية ما بعرف شيء غريب عليهم لحنا أجانب بالنسبة لك فعلا مو يعني جد هيك. فنوم يعني بدك تراي كتير صعوبات, بدك تطنشي بنقول بالعربي لحني واحد يطنش. فخلاص بدي تثبتي حالك, فكان صعب كتير تثبتي حالك هذيك المنطقة. صعب كتير يتقبلوا انه انسان كان مهندس. فهي الفكرة لقيت لي انه خلتني انتقل على كون. شو المعادات اللي واجهتها بشكل عام يعني هنيك هنيك؟ قلت لك هي فكرة إنه فكرة إنه شخص أجنبي معه شهادة, هن ما متعودين. متعودين كانوا رومان تيجي تشتغل عمال وتروح, متعودين شوي إسبان أو شيء عرفتي شنو. فما كانوا متعودين إنه شهادة. وأنا لسه كنت كتير ما عندي هالإرفار وهالخبرة بالعمارة كتير. فكتير كمان تعزت, فكتير كنت أبذل جهد يعني أرجع على البيت بدي أقرأ كتير قوانين وبالألماني بدك ترجمي وتعلمي. فكتير هاي كان صعوبات بالنسبة إلي, بس
خلال سنتين اشتغلت هنيك سنتين بمكتب، وخلال هالسنتين يعني جمعت يعني الحمد لله قدرة ايه يعني خبرة كتير منيحة وكتير قوية. وخلاص قررت انا رفقاتي كانوا بالنورد راين بهي الولاية، بولاية شمال الراين، رفقاتي هون قلت خلاص بطلع عند رفقاتي يعني لاقي شغل هنيك واطلع اطلع رأي شغل، دورت على شغل ورأي هنيك. هنيك كانت هديك الايام ما بحق لك تنتقلي بدون شغل، صح؟ لانه كان في هذا القانون اللي بحدد الحركة، هذا محدد الحركة حسب مكان الإقامة التابع لعقد العمل للمهاجرين الجدد. تمام المهاجرين الجدد. فأنا لقيت عقد في كون، قلت لك أنا لما عملت خبرة سنتين كانت خبرة كتير قوية، مكتب صغير، ومكتب صغير واحد بتعلم كتير شغلات أكثر من الشركات الكبيرة. إيه فخلال سنتين جمعت خبرة كتير وكتبت لهم بالبيفيربونج إنه أنا عم شو بشتغل وشو بعرف. فإجاني مقابلات عمل بسرعة وكانت كان كتير ساعدتني. وجيت على كون، كون ليش جيت على كون؟ مدينة منفتحة كتير، مدينة كتير فيها كتير كبيرة، رابع مدينة على مستوى ألمانيا، فالمشاريع طبعا كتير كبيرة دا تكون. فالخبرة اللي بياخدها هون في بمدينة كبيرة موت الخبرة بياخدها بضيعة صغيرة، صح؟ يعني الخبرة المشاريع الكبيرة هي كتير قوية دا تكون. وقصة الانفتاح مع الأجانب هون يعني كتير كتير نورمال إنه أجنبي. أوكي، ليش هذا الشيء كان شكلك مشكلة؟ طبعا هي الشركة هنيك مشكلة كتير كبيرة هنيك بشكل عام بألمانيا. شو هي التحديات لما انت تكون جاي من خلفية مهاجرة وعايش هون جديد؟ هلا مثل ما قلت لك كانت التحديات بهذيك الولاية. هلا التحديات اللي هون والصعوبات اللي هون بيكون عم نعانية هي السكن. هلا السكن يعني مش نكون يعني موضوعيين انه هي مشكلة على الكل، ألمان أجانب سوري بغض النظر على الدين، هي مشكلة على الكل. لكن هي مشكلة وسكن قليل، وبيجي واحد بشعر أسود أو ما عنده شعر بده يأخذ سكن، فصعبة بصراحة، صعبة يعني ما يعطوه. بغض النظر أنت مهندس دكتور ما في، هو من أصل ما في بيوت شعر أسود. ليش شعر أسود؟ قلت لي شعره أسود يعني الحكم المسبق، هذا عنده حكم مسبق. العربي بيجي بوسخ بزبل هيك هيك في عنده. ليش هذا الحكم المسبق؟ ليش؟ لاني يعني في ناس من جماعه يعني من الاجانب يعني مثل اي بلد، مثل اي قوميه، مثل اي دين، مثل اي شيء، في المنيح وفي الكويس، في المنيح وفي البشع، وفي يعني في مشكل نوام مثل ما بنقول. ايه فهن بحطونا كلياتنا ببوتقه واحده بطنجره واحده وبسكروا علينا الباب انه الاجانب بشعين. فهذا الشيء شو هذا السبب يعني اللي عم يخليهم يحطوا كل الاجانب بهي البوتقه الواحده انه بشعين، مع انه السيئين كثير قلال مقارنه بالمناح؟ يعني السبب هو للاسف الاعلام، الاعلام اللي بمسك طلع على الجانب السيء اللي هو مثلا 1% وبترك 99% المنيح اللي عم بيشتغل على حاله، اللي عم ببني، اللي عم بحسن، عم بحسن الصوره، عم بقول لهم انه انا ممكن لقيتنا هيك. يعني مثلا يعني واحد ما بصير يحكي على حاله هيك، مثلا في كثير ناس من شبابنا، كثير ناس عم تشتغل، في كثير ناس يا اما بالجامعه بدرسوا، عم بتطوعوا بالجمعيات. جميل. ايه فهي هلا الفكره الثانيه، هلا ليش انا تطوعت هون ب نحكي عن العمل التطوعي. العمل التطوعي فهو هي من الشغلات، انا من زمان بحب العمل التطوعي، كنت في سوريا بحلب، كنت بجمعيه التعليم وكفاءه الاميه. جميل. فهي جمعيه كنا نعمل جلسات دعم نفسي للاطفال، الاطفال بالابتدائي هيك بمعاهد هيك كذا، ايه بتعرفي بالحرب وهيك كذا، فكتير هي كانت مهمه وكتير كانت حلوه يراقبوا الاطفال، هيك ترفيهيه دعم نفسي. فهون يعني لما جيت على المانيا فلما بدك تحسي حالك بدك تعيشي مع المجتمع هذا بدك تاخذي الجانب الايجابي، وعندهم شغلات ايجابيه كتير، بدك تاخذي الجانب الايجابي منهم. من الشغلات الايجابيه هي العمل التطوعي، هو جزء كتير مهم بالمجتمع الالماني، والرياضه. رياضه ايه فرياضه، فالرياضه يعني انا اخترت يعني ما فيني هلا العب تنس يعني هلا جاي انا يعني مالي صغير، فاخترت المسكيت سوات الدراجه. مع انه عنا بسوريا نحن الشباب لال كانوا بوقتها وقت اللي طلعنا يسوقوا بسكليت، يروحوا ويجوا على البسكليت. هلا اوكي وضع اخر لاسباب اقتصاديه احيانا كمان، وبسبب ازمه مازوت وازمه مواصلات بيسوق الواحد بسكليت بسوريا، لكن بوقتها وقت اللي تركوا جزء كبير من الشباب البلد كانت سواقه البسكليت عندها قالب اخر. شو كان هذا القالب؟
يعني بسوريا هي مي بثقافتنا، نحن ثقافتنا شوي غير يعني اهتماماتنا غير قصص، فكانت يعني شوي ما حدا بتقبلها بصراحة بالمجتمع. ليش؟ شو بتعني هذا الشيء؟ مي موجودة، ما حدا دخل، ما دخلت علينا انه رياضة، ثقافة الرياضة بصراحة غير يعني الرياضة، انه شاب جاي على الجامعة وعلى شغله بسكليت ومتطقم. يعني انا وقت اللي كنت اول ما اجيت على المانيا اطلع هيك انه رجل بكمة قناقته بدلة وجرافة واموره تمام التمام، وزير مدير رايح على البسكليت بشغله. انا صرت اسأل حالي هل يا ترى هو عم يوفر مصاريف المواصلات ولا شو قصته؟ هلا بصراحة يعني هيك، لأنه نحن بسوريا يلي بده يوفر مصاريف المواصلات بركب بسكليت، وهذا الشيء غلط. يعني فيني ما عارفيني أشرح لك إياها كمان، ما فيك تقارني سوريا بألمانيا. سوريا بلد فقير، يعتبر فقير جدا بالنسبة إذا قارناه بألمانيا، والشعب السوري فقير جدا إذا قارناه بالشعب الألماني. الشعب الألماني نسبة المتوسط الشعب طبعا هو أغنى، مثل أغنى من أغنى الأغنياء بسوريا، هذا الإنسان الوسط عندهم. فلحني عنا هي الشغلة إنه طلعوني أنا راكب سيارة بي إم، طلعوني مظاهر. انا راكب السياره، فداخله هي بمرض، هذا الدخل بصراحه المظاهر، ما رح نكذب وما رح نجمل، هذا المرض موجود عنا، مرض مثل اي مرض. فيعني انه واحد حلو يعالجه. وفعن جينا هون انه هون طبيعي، يعني اذا كان معك مليون ولا كان معك مليار ولا كان معك 1000 يورو فعادي تركب المسكليت، عادي تركب المسكليت، عادي تمشي. وبصراحه حتى يعني المسكليت مدلل اكثر من ابو السياره تماما، لانه صديق البيئه، الواحد ما عم يصدر ثاني اسرع من السياره، يعني اسرع، يعني في شوارع مريحه للمسكليت اسرع من السياره. صح. هون مشكله كمان كثير بالسواقه بالمدن الكبيره، الباركينج، العجقه، الزحمه، كثير مشكله. تمام، حلو كتير. حكي لي عن العمل الطوعي حاليا بكولن يلي انت عم تقوم فيه جانب شغلك. هلا هي بالعمل الطوعي اللي احنا بفيدا الجايد اسمها بالالماني، هي بنعمل مثل جوله بمنطقه الايرنفيلد، هي منطقه بكولن، مدينه كولن. فلحنا تيم تبعنا، لحنا مره بالشهر بنعمل في كذا تيم، فالتيم تبعنا هو كل تيم هو 2 مهاجرين و2 المان يكونوا. فهو هذا الميكس بين المهاجرين والألمان، إنه بنحكي عن أي شيء الفرق بين الألمانيا وسوريا أو بالوطن تبعنا. فمثلاً بحب أعطيك مثال، مثلاً في شيء اسمه اليوغنت، هو اليوغنت هيلف سنتروم، هو مركز المساعدة المراهقين الصغار. فبتعطيهم الفرق، بتحكي لهم كم كلمة، أنا كشخص كأجنبي بحكي كم كلمة عن المركز، ما كتير، الألمان ما بهمون إنه أنا أحكي لهم عن المركز، ما بهمون إيشو أنتوا عنكم في سوريا، كيف الوضع بسوريا، كيف بتساعد اليوغند في سوريا، كيف الأطفال بنساعدهم بسوريا. ما يعني ما عندهم إنه العيلة مجبرة. هذا تابع للمشروع اللي اسمه أبروش، هو تقارب بالعربي. لحن هي التقارب، إنه الأجنب لحن الأجنبي مع الألماني بتيم واحد، وعم بيشتغلوا إنه عم بيشرحوا للألمان إنه عن إيرنف، عن منطقتهم، إنه في معلومات تعلمناها، عملونا كورسات وسمينات بنشرح لهم معلومات هن سكان المنطقة ما بيعرفها. جميل. فهي الشغلة بشوفوها كتير حلوة، إنه أجنبي صار له 2-5 سنين هون عم بيشرح لنا، فكتير إنترستينج بالنسبة لهم يعني. وحلاوة هذا البروجكت إنه المشارك أو هو الفيدل جايد، هو اللي عم يعمل الجولة، القائم على الجولة أنت والتيم تبعك. حلاوة هذا المشروع إنه بيربطوا قصصهم الشخصية بالسرد خلال الجولة. تماماً يعني ممكن في أنا من الجولة تبعي كان في سينما، بالسينما، فهذا السينما حكيت لهم كم شوي عنه، وانه وعن كيف عنا السينما والدراما في العرب، كيف اللهجة بتلعب دور كتير بالدراما، كيف اللهجة المصرية والسورية كتير مهم، كتير مهمة وكتير مفهومة بالنسبة لباقي الباقي العرب. اي لانه هن هدول اللهجتين بسبب الانتاج او تركيز الانتاج هدول الدولتين على السينما والدراما منتشرات اكثر على محطات التلفزيون والديش، فمشان هيك هن الأقرب والمفهومين أكثر لبقية الجنسيات، اللهجة السورية واللهجة المصرية. تماماً، هي الفكرة، الفكرة إنه ما بيعرف الألماني هالشي، ممكن نحن نعرفه بس هو ما بيعرف هالشي، فهو ما بيعرف كيف الطفل إذا لازمه مساعدة، إذا الطفل أهله طلقوا مين بيساعده، ما بيعرف إنه إذا واحد يدور على الشغل كيف عنا بيشتغل،
ما بيعرف إذا كيف الشهادات، كيف التعليم عنا، ما بيعرفها، كيف التقاعد، الاختيار، الدار المسنين. فكرة دار المسنين هي فكرة كتير مهمة عندهم، لكن عنا كتير فكرة بشعة. صح. وبدنا نشرح لهم ليش فكرة بشعة، ليش أنا مستحيل أحط أهلي بدار عجزي. عرفت شلون؟ مالي ضد الدار العجزي، لكن ليش أنا ممنوع؟ فهي بدي أشرح لهم ليش، ليش إنه هي شيء من ثقافتنا، هي هن ما بيعرفوا. فهي هي الشيء الحلو بالتطوعية، هي بالجمعية تبعنا. مبسوط. حلوة كتير يعني، بتعبي الوقت الفراغ، بتحسسك إنك جزء من هالمجتمع الألماني، بتحسسك إنك منتجة. يعني مو إنه قاعد بالبيت اشتغلتي رجعتي على البيت أكلتي اتفرجتي على التلفزيون نمتي، بتحسسك بوجودك أنتي هون بهالحياة، يعني بهالمجتمع هاد. كتير حلو اللي عم تقوله يا سيدي، كل التوفيق. حابب تضيف شيء لسه باللايف اليوم؟ يعني حابب اضيف انه لا يعني اخوتنا رفقاتنا يعني السوريين كذا، يعني يكون واحد منتج، يكون واحد ما يهمه شوي التعليقات السلبيه، الاراء السلبيه اللي بده يسمع. بدك تسمع كثير اراء سلبيه من المجتمع، وبدك تشوف كثير تحديات. فالواحد ما يستسلم، ما يلحق الشغلات البشعه، ما يتعلم الشغلات البشعه عن المجتمع تبع الالماني، يتعلم الشغلات الايجابيه. عندهم كثير شغلات ايجابيه وعندهم كثير شغلات سلبيه. فالواحد يتعلم الشغلات الايجابيه ياخذها ويضيفها وينسى الشغلات السلبيه من منه، وهيك هون عمل شغلة تركيبة كتير حلوة بشخصيته. وشكراً لكم، شكراً لأهل الاستضافة الحلوة مرة تانية. جميل كتير، وأنا مبسوطة كتير إنك اليوم ضيفنا، نورت الاستوديو يا قيس، وأهلا وسهلا فيك. وشكراً كتير لمتابعتكم اليوم، انتظرونا باللايف جديد مثل كل أسبوع يوم الأربعاء الساعة 6 المساء وضيف جديد. باي. لو سهلا فيكم باللايف الاسبوعي للبوردرلس تي في، معكم آلاء مكي، واليوم ضيفتنا مدير حبيبة البوردرلس تي في. عارفين انا جود العاجي، صورة فوتوغرافية.